شكرا لك يا أمي، والله باين عليك إن آيتك حلوة. باين عليها قمر. عمري ليش خجلانة مني؟ أنت صرتي مرتي هلا، نحن تزوجنا، كاتبين كتابنا. يا عمري لا تستحي مني، لا تستحي، ديري وشك ورجيني حالك، لا تخجلي. أنا مالي مستحية منك بس خجلانة من اللي جنبك. وحولك هلا يا طلابي، الشاطر فيكم يعدد لي ثلاث حيوانات بيعطونا حليب. اول واحد الضفدع، والثاني نمل، لا مو النمل، ايش اسمه؟ مين يا الله، مين يا الله، عصفور والحمامه. صح، جابتها غلط. الضفدع والعصفور والحمامه بيعطونا حليب؟ لا كتير سهلة، كتير سهلة. أنت؟ أنا؟ لا كتير سهلة، ثلاث بهارات. إي والله يا زلمة، مين أخذنا العيال والأولاد إيش نسوي؟ يخرب بيتك. تا 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 تا، خلص المرة لا تهرب. أيفه المرة انضحك عليه، أيفه له. هالمرة ما راح اتمسخر عليك ولا امسح فيك الاغراضي. ايه كل يوم نضحك عليك بمسخرة، ايه خلاص خلي هالمرة بلاها. هالمرة زعلنا عليك. وانا كمان. هالمرة ما في بول بالقهوة، ما في بول. يا رب يا رب. خلاص وعد رح صلي يا رب. يا رب رح صلي ورح صوم كل شيء، كل صلاة بصلاة رح صلي. ومرة قاطع فرد صلاة يا رب، بس سحبت يا رب. شو بقى بازي؟ منيح طلع منام. ايش هو المنيح ولك؟ ايش هو المنيح؟ ايش عم بصير معك؟ انت ونايم عم بتقول يا الله يا رب دسوم، بحياتها ما طلع معك هيك حكي انت. نعم، احلمت حالي عم بطمن طابق العاشر وفجأة طبيت على كومة قش. ايه وشو دخل هي يا رب وده صلي وده صوم؟ نعم واحد هو ودايم بطلع معه شغلات هلوسة. عيب عيب. اهلا وسهلا فيك ابني. اهلا فيك عمي، اهلا فيك. تفضل، ايش طلبك؟ الله يزيد فضلك، الله يزيد فضلك. والله بصراحة يا عمي خجلان، ما بعرف شو بدي ادخل بموضوع. بصراحة أنا يعني رايد القرب منكم وجاي اطلب ايد بنتك على سنة الله ورسوله. بس لشوف لا جاي معك حدا، لا امك لا ابوك لا حدا. مزبوط. بصراحة انا ابوي بعتني قال لي اني اخذ موافقة منك لحتى نجي ونطلب ايدها رسمي. ايوه. بس انا وحدة بدكم طويلة ولا قصيرة؟ انا وحدة بدكم الطويلة ولا قصيرة؟ طويلة ولا القصيرة؟ لا الطويلة. هي من مترين. ايوه الطويلة. الطويلة ما راح 500,000 دولار مقدم. شو؟ مقدم 500,000 دولار. طول بالك حجي، طول بالك. ليش انت قديش حيسبني المتر؟ أحسن مالك بارد ومشتاق سيارتك وسفرت فيها وشغل هالأغاني. ما عندي سيارة. طب ومشغل هالتلفزيون وحط لك على رأس شبكي، خلي هالبنات يهزوا لك. مو ليكون عندي تلفزيون بالأول. طب روح اشرب وسكار وروح على شيء خمارة. لك ماما يا حبيب سيه، شو عم تحكي انت؟ عن جد؟ ما مزل عليك بحرف وحياتك. طب بيع البيت؟ مو يكون عندي بيت، انا بارك ببيت اجار. طب مو روح اسرق؟ العالم كله طفرانه، من مين بدي اسرق؟ طب حظان معه وزاد ولا مالك حظان؟ ايه ليش؟ اقرام خلينا نطلع من وجهك. No.
خير 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 شو معك؟ شو صاير لك؟ لك طبيت على الدرج. طبيت على الدرج؟ ايه صار وجعني عبوجعني عبوجعني. انصابت اجرك؟ ايه انصابت اجري. استنى استنى اجيب لك مرهم. انصابت اجري 200 انصابت. فوت 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 دهن المرهم خذ. روح دهن محل اصابه روح. تمام يلا روح على الدنوز. دهن محل اصابه. الدنوز يلا دين. وين راح يدنا؟ شلون تعمل؟ شلون تعمل؟ شلون تساوي؟ لك مو انت اللي رحت هاي مكان الإصابة وهي مكان الإصابة. الله يعطيك العافية، بهاي مكان الإصابة عن رجليه مو الدرج. عطشان لو قوم جيب كاس مي. والله انت عطشان. قوم جيب لحالك كاس مي وجيب لي معك كاس مي لأنه أنا صار لي ساعة عطشان ما بحسن أقوم أجيب. طب احكي مع الماركت خلي يجيب لنا نيل مي. انت دق له. ما بدي شيء بس كواس الكبسه بالجهاز. انت كواس الكبسه انا ما بحسن اكواس الكبسه. لك شو قدك تنبل وكسلاء؟ انت لسه اكسل مني. لك انت تنبل. وانت اتنبل مني واكسل مني. لك انت لو ما انك كسلاك هلا دقيت تليفون بدل ما عم تحكي. انت كمان صار لك ساعة عم تحكي بدل ما كنت عم تحكي كان دقيت له وقلت له جيب الاغراض. يعني انا لسه ساعة بدي امسك الجهاز وادور على اسمه وساعة بدي احكي معه انت اسرع. يعني انا لسه ماني مثبت اسمه عندي ولا حفظان رقمه ماني مشغل مخي مش احفظ رقمه. حسبي الله ونعم الوكيل. مالي حيل. لك قديشك تنبل كسلان كسلان. مالي حيل اقوم عيبني. تعرف يا ريت يا ريت لو في كبسة زر نكبسها بيعملنا كل شي بدنا اياه ما نحرك حالنا بكبسة زر نكبسها بيصير بدنا اياه يا ريت. ايه والله يا ريت يا ريت يكون كبسة زر وتنكبس لحالها من دون ما نكبسها نحن وتعمل كل شي بدنا اياه.